بالنسبه للاجراءات اللي كتقوم بها شركه النظافه تحت اشراف كازا بيئه، كنقوموا بتنظيف الشاطئ منذ الساعه 5 صباحا. يعني الشاطئ ملي يكون فارغ ما فيه حتى شي واحد، كتجي هاد الاله اللي كتلاحظوا ديال ورايا هنايا كتسمى لا كريبلوز، كتقوم بتنظيف رمال الشاطئ. كذلك هنالك 125 عامل نظافه اللي كيخدموا طيله النهار، كنسميهم دي بلا هما نظافه كنسميهم دي بلاجيست، كيقوم بتنظيف الرمال خلال طيله اليوم. الا انك كنلاحظوا واحد السلوكات اللي بغينا ان المواطنين انهم يتجاوزوها. هنالك سلات نفايه موضوع الاشاره ديالهم في الرمال وكذلك في لاكورنيش، كنلاحظوا ان الاستعمال ديالها واحد الشكل محتشم، لذلك كنلاحظوا ان كنلقاو النفايات متناثره في الرمال وكذلك في لاكورنيش. حنا باش نتغلبوا على هاد النفايات كنسخروا هاد العمال هادو كيخدموا طيله اليوم من اجل راحه المصطافين. كذلك قامت جماعه الدار البيضاء بتوفير مجموعه من التجهيزات عباره عن دوشات ومراحيض بالمجان، كنسطر على هذو كلمه بالمجان. الا ان كنلاحظوا انه في بعض الاحيان كنلقاو بعض التخريبات. قمنا بوضع هذوك الدوشات، درنا لهم واحد الرشاشات باش ان المصطاف انه منين طعم البحر يبغي يدوش كندير لهم واحد الرشاشات. للاسف كنلقاهم ديما كتخربوا، راه ما يمكنش ان جماعه الدار البيضاء تبقى كل نهار كتشري هاد الرشاشات، كتسرقوا ولا كيتحيدوا. بالنسبه لواحد المشكل اخر هو بالنسبه للمساحات الخضراء اللي كاينه في لاكورنيش، كاين واحد الشبكه ديال السقي، كنلاحظوا انه بعض المصطافين للاسف انهم كيقوموا بالتخريب ديالها باش يقوموا باش يدوشوا بهم ولا باش يغسلوا رجليهم، ولا كاين شي واحد بعض الناس انه كيعمروا بهم القراعي ولا دوك البيدوات. للاسف ان هذه السلوكات هذه مرفوضه، كنطلبوا من المواطنين انهم يحاولوا يتجاوزوها. بغينا هذا الشاطئ كما كيبغاو يبقاو نظيف حتى هما ما يحاولوا ما يلوتوش. دابا الا حطينا في لابلاج عدد كافي ولا كبير من الحاويات مابقاش بلاج، حنا كنحاولوا ما امكن انهم نحطوهم في اماكن تكون شويه بعيده على البلاصه اللي كيجلسوا فيها الناس اجل الراحه ديالهم. الا كانت هاد البوبيل بعيده عليهم يجيو مع واحد الساك بلاستيك من الدار، يجمع في ديك النفايات ديالو، ملي يكون غادي طالع ماشي بحالو غيلقى دوك لي كوربي غيلوح فيهم. هذا سلوك بسيط ما كيحتاجش شي مجهود. بالنسبه للعدد عدد كافي سواء في الرمال ولا كذلك في الكورنيش، حنا كنحاول ما امكن انه المصطافين يلقى الراحه ديالو. ما يمكنش انه هو بارك كيستجم بارك في البحر وحده كوغبي وحده اللي مثلا على اليسار ديالو غيولي عاوتاني. حنا كنساهموا اننا كنخلقوا واحد النقط السوداء في البلاج ديال العين ديالو. بالنسبه للعدد ديال النفايات فهو عدد كبير، كنظن انه غادي يكون غيفاجئ بعض المواطنين. تصوروا ان في شاطئ عين الدياب ولا في شاطئ مدام شوال يوميا الشركه كتجمع 15 طن ايام عاديه، ايام السبت والاحد كنوصلوا 20 طن. هذا عدد مخيف جدا، الا ان احنا كنتغلبوا عليه، غير بغينا احنا المواطن انهم يعاونونا. وواحد جانب انساني هو ان ذاك عامل النظافه اللي غيبقى يجمع لهم النفايات ديالهم طول اليوم حشومه عار، انه انت بالك كتستجم واحد كيجمع لك الزبال ديالك وانت كتلوح في الرمله. نشوفوا حتى من هذا الجانب الانساني. هذا دابا نظافه الشاطئ راه المستفيد الاول والاخير هو المواطن اللي جاي يستحم في شاطئ مدينه الدار البيضاء. الى وسخوا راه غيبرك هو في الوسخ، الى خلاه نظيف راه يلقاه نظيف. هذه رساله للمواطنين انهم غير سلوك بسيط، هذوك سلات النفايات الله يخليكم استعملوهم. ما بغيناش انه نبقاو ديما نسمعوا ان راه شواطئ مدينه الدار البيضاء موسخه. حنا كنلقاو المجهود ديالنا، وكما لاحظتوا احنا دابا جينا الفتره الصباحيه لقيتوا ان الرمال كلها نظيفه، لا كورنيش نظيف، العمال النظافه خدامين. ولكن الفتره المسائيه ملي كيكون التوافد ديال المصطافين كنلاحظوا هاد السلوكات هذه. يعني اليوم تلاحظوا واحد الاقبال كبير من طرف المصطافين على الشواطئ ديال المدن المغربيه بشكل عام، وخاصه مدينه الدار البيضاء، الى على مستوى شاطئ عين دياب ولا مستوى شاطئ لا كورنيش ولا كذلك الفضاء الترفيهي ديال المسجد الحسن الثاني. ولكن للاسف وليت نسجلوه اليوم، يعني مجموعه من السلوكات ديال مجموعه من المصافين او مجموعه من المواطنات والمواطنين تيخليو مجموعه من المخلفات من بينهم يعني الاشياء ديال النظافه. يعني تلقاو واحد التراكم كبير ديال الازبال في مجموعه من الاماكن، في مجموعه من الرمال، اللي تيعكس واحد الصوره سلبيه
لدى المواطنات والمواطنين، نظرا ان اليوم الدوله او مجموعه من المؤسسات من بينهم المؤسسات المنتخبه او كذلك الشركات ديال النظافه تيقوموا بواحد الدور، نظرا اننا احتجينا يعني درنا مجموعه من المراسلات، ولكن اليوم كاين واحد الرقي من طرف هذه المؤسسات. تنتمنى هذا الرقي اللي وصلوا ليه هذه المؤسسات ديال الجمع وديال الكنس حتى اليوم المواطنات والمواطنين على الاقل انهم يجمعوا هذه المخلفات ديالهم ويوضعوهم في واحد الاماكن اللي مخصصه لهذا الشيء، نظرا اننا نعرفوا الشركات تيوضعوا مجموعه من الحاويات ديال القمامه في مجموعه من الجنبات ديال الشاطئ، ولكن للاسف يعني مجموعه من المصطافين سواء شباب سواء اطفال سواء نساء سواء رجال انهم تيخليوا هذوك النفايات ديالهم وهذوك الازبال ديالهم متراكمه في الجنبات ديال هذا الشاطئ اللي تيعطي واحد الصوره سلبيه سواء اليوم احنا كمواطنات وكمواطنين وكذلك بالنسبه للتسويق يعني السياحه الداخليه ديال بلادنا ولا كذلك الزوار اللي تيزوروا هذه الفضاءات الترفيهيه، وتنعرفوا الاقبال الكبير اللي تيكون على هذه الفضاءات خاصه في المرحله ديال الصيف. يعني تنتمنى من المواطنات والمواطنين انهم يغيروا السلوك ديالهم ويساهموا بجانب هاد العاملات والعمال في النظافه ديال الشواطئ ديالنا وديال المدن ديالنا من اجل يعني الرقي بهاد المناطق.